كاين هضره مول الدار قال لي وديت اسعدوا العمليه صعيبه بزاف ديت اسعدوا العمليه صعيبه بزاف راه دات الوقت بزاف وصعيبه. اخوتي المغاربه الله يجازيهم بخير الله يطول عمرهم يا ربي يفرحهم بالجنه. راه كيقول لينا شوفي انت يا بكيتينا وبغينا ما يدير العمليه فرحينا واليوم انا كنفرحهم وكنفرح ان شاء الله باذن الله. قولي شي حاجه كتمنيها بغيتيها. بغيت غير شي حوايج البرد ما عنديش مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مره اخرى كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق. سي مبارك دخل المصحة جرى العمليه غادي نشوفوا الوضع الصحي ديالو كي داير والتقرير النهائي ديال الطبيب. تبعوا معايا الوالده عاودي لي الطبيب اش قال لك وعلى سلام سي مبارك. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولدي. الطبيب ملي رجع عندي قلت لي السلام عليكم. قال لي عليكم السلام. قلت لي نظره مول الدار قال لي ودي داس عدو العمليه صعيبه بزاف راه دات الوقت بزاف وصعيبه حيت طول عنده هذا المرض بزاف. هي ودابا راه خرج ليه التحاليل وخرج ليه باش ناخذ ليه الدواء وداس عدو العمليه صعبه بزاف الحمد لله والشكر لله والله ولك الحمد. اخوتي المغاربه المحسنين كلهم يدعيو معايا دعوات الخير واللي بخير وعلى خير ان شاء الله ونتمنى من النتيجه تكون مزيانه يا ربي ما يكونش فيها سرطان. هادشي اللي خايفه انا ان شاء الله ربي غادي يفرج عليك ويفرحك ان شاء الله يا ربي. امين ولدي والحمد لله ولدي والشكر لله والله ولك الحمد. اخوتي المغاربه الله يجازيهم بخير الله يطول عمرهم يا ربي يفرحهم بالجنه. راه كيقولوا لينا شوفي انت يا بكيتينا وبغينا من يدير العمليه فرحينا واليوم انا كنفرحهم وكنفرح ان شاء الله باذن الله ونسالهم دعاءات الخير والتسي والصفا. ولدي الله يرضى عليك والله يحفظك والله يعطيك صحيحتك يا ربي وراك راجل طيب من اطيب خلق الله سبحانه وتعالى والله يسهل عليك يا ربي وراك مرضي الوالدين. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام كلام مؤثر غادي نشوفه مع الابن الشاب الجميل. الوالد خرج قول لي شنو فهمتي شنو سمعتي الطبيب قال. فالطبيب قال بنا العمليه دازت صعيبه بزاف لان البروستات كانوا عنده بعد شويه والمرض طول فيه بزاف والحمد لله على كل حال. فكنشكر المحسنين الله يجازيهم بالخير وكنتمنى انهم يدعوا معنا باش النتائج تخرج ايجابيه وما يخرج فيه السرطان والله يجازيكم بالخير والله يعطيكم ما تمنيتوا في خاطركم يا رب كيف ما عاونتونا الله يعاونكم يا ربي. الله يسر لك يا ربي. مشاهدينا الكرام غنشوف الشابه الوالد خرج الحمد لله. انا عندي معك سؤال واحد انت بعيده على هادشي ديال الطبيب كنت واحد الحاجه قلت انا وياك في الحوار الاول قلت لك شي طلب شي حاجه ما عندكش بغيتي تقولها للمغاربه ان شاء الله يصيفطوها لك راه عندهم رقم الهاتف ديال الام ديالك يتواصلوا معكم المغاربه. قول لي شي حاجه كتمنيها بغيتيها. بغيت غير شي حوايج البرد ما عنديش. بغيتي حوايجات البرد؟ ايه ان شاء الله. وكنشكر مغاربه نيوز وحتى انت كنشكرك بزاف. الله يسترك ابنيتي. مشاهدينا الكرام غادي نشوف مع الماني يلا قدر يتكلم. الوالد على سلامتك. الله يسلمك. كي داس الامور؟ كلشي زين الحمد لله. احنا الانسان يصبر ويسلك ويعدي وصافي. حمدنا الله وشكرنا اللهم ولي الحمد. تبع داكشي اللي قال لك الطبيب. اي هو المحمود المشكور. احنا رادين بالحكم المقسوم ما قدر الله وجرى. الانسان راه مريض ومن طبيب حيث وما الحزه راه مريض. ومسكين فقير ضعيف ما كرهناش الخراب لا ما عندنا جد جد لا جد الله لا غالب طالب وحاكم الحكماء ورب العلماء وكرم كرماء الخوطره مقفوا معنا وعاونونا الله يخلصهم. امين. الله يسير بالخير والحسن والبركه وتيسير. الله يخلص الشهود والمحسنين الله يرحم وليني وليمان اللهم امين رب العالمين. الله يجيب لك الشفاء يا ربي وغادي نتبعوا معك ان شاء الله. الام غادي نعطيها الكلمه الاخيره. قولي لي الكلمه الاخيره اللي بغيتي تقولي قبل ما نقطع الفيديو. كنتمنى من خوتي المغاربه المحسنين راه شافوا الحاله وش حاله الوليدات وحاله مول الدار يعاونوني بحوايجات الوليدات ما يلبسوا ويعاونوني على المصاريف راني ما في حاليش وما عنديش وما عندي اللي خدام عليا سوى الله سبحانه وتعالى والبيبان تسدوا في وجهي الى بيبان الله سبحانه وتعالى ديما محلولين وفرحوني الله يفرحكم والله يجازيكم بخير وانت ولدي يوسف الله يرضى عليك والله يسلك امورك على خير وبخير وراك راجل اطيب خلق الله. مشاهدينا الكرام حتى لا انسى غادي نقدم اضافه للشاب غادي تعطيني شي طلب انت تبارك الله اللي بغيتي شي حاجه تمنيتيها وما لقيتيهاش بالعكس ما تحشمش مني المغاربه خوتنا انا متواصل مع المغاربه
بشكل كبير، وكذلك الصراحة ديالي معهم ما عارفينها. الطلب ديالك الرقم ديال الهاتف كاين ديال الام، بجهد الله تعالى غادي يقدروا يوصلوا لك داكشي اللي بغيتي. فاللي كنتمنى هو حوايج يعني الحساب البرد، وكنتمنى انهم يعاونونا باش نعيشوا، راه ما عندنا لا شهريه من الدوله، ما عندنا اللي يقول لنا حتى السلام عليكم راه ما كاينش، راه الغالب الله. حتى الوالد اللي كان خدام لينا راه انتم كتشوفوا الحاله ديالو. انت عندك شي هاتف؟ عندي واحد الهاتف صغير، ولكن واش كبير شويه فيه الواتساب فيه ولا غير التليفونات الصغار؟ لا التليفون هو نيت فيه الواتساب، ولكن يعني كيتقال مره كي قديم. مشاهدينا الكرام، اجمل الاشياء هي الصراحه في النقاش مع الناس والبساطه بطبيعه الحال. الشكر الجزيل لكل من ساهم او ساعد في هذه العائله باش تعم الفرحه والسرور للاب. والحمد لله دار عمليه الطبيب التقرير ديالو، تيشوف انه عمليه شيئا ما صعبه، عنده فيها التتبع بطبيعه الحال. كذلك هاد الام والوليدات ديالها مكفوفين ما تيشوفوش، الرجاء في الله عز وجل والمغاربه، تيطلبوا الله سبحانه وتعالى ان الاب ديالهم يرجع بالصحه، لانه هو المعيل بعد الله عز وجل لهذه الاسره، كذلك بعض الطلبات ديال هذه العائله. مشاهدينا الكرام، ما يهمني في الموضوع هو ايصال رسائل هذه العائله لجل المغاربه. كنطلبوا الله عز وجل وجل المغاربه، كل من ساعد او ساهم في اي شق من النقط اللي درجت مع العائله اجره محسوم على الله عز وجل. مشاهدينا الكرام، سوف ابقى ان شاء الله متتبع القصة ديالهم، وسوف أوافيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام، الشكر الجزيل لكم بشكل كبير. تعليق المواطن، شكرا لكم.